منذ 30 عام، والعمل فيه لم ينجز حتى اليوم رغم تمويله بالعملة الصعبة لأكثر من 4 مرات ومتعثرا عن الخدمة. التفاصيل في التقرير. ربما أن مسا شيطانيا أو ماردا يعيق العمل في مثل هكذا طريق على الدوام، فكلما تقدم الإنجاز على الأرض خطوة تأخر خطوات ليتصدر مثل هكذا مشروع استثماري الصفحات الأولى في موسوعة غينيس كأغرب مشروع طريق ينفذ في العالم الثالث، أطولها مدة وأكثرها عبثا وفسادا وتمويلا وتعثرا والإطلاق. ما يزيد عن 30 عاما على بداية الشق ووصاب تنتظر بفارغ الصبر أن تعانق تضاريسها مشروع طريق ذمار الحسينية، فلم تأتي الطريق بعد رغم تقادم الزمن، فعزلت نحو 6 دوائر انتخابية اجتماعيا وتنمويا لعقود قاسيات عجاف، ولا زال السكان في وصاب سجين عزلتهم إلى ما شاء الله. من سبب عوامل الهجرة من وصاب إلى المدينة سبب عدم وجود توفر الخدمات وتوفر الخط. إذا كانت السيارة من هنا إلى صنعاء إذا كان عندنا مريض ننقلها ب يعني ب60,000، والبعض منه يتوفي في الطريق نتيجة وعورة الطريق ونتيجة بعد المسافة ونتيجة الكذا الخدمات المتردية. ويعتبر إحنا نطلب هذا المشروع يعتبر الوحيد إذا أنجز منذ قيام الثورة إلى الآن. بشر ماتوا كمدا ومعاناة وعبثا كانوا يحلمون بالقادم مشروع حيوي مارد لطالما انتظروه كثيرا، فالطريق الإسفلتي القادم من دمار معول عليه أن يخفف شيئا من مآسي من يسكنون في مثل هكذا التضاريس، ولكن لا حياة لمن تنادي، فكلما استؤنف العمل في المشروع توقف، وهكذا هو الحال على الدوام. شلل شبه تام في تنفيذ الطريق، وخاصة في المربعين الأول والأخير الذي استأثرت بمقابلته إحدى مؤسسات القطاع الخاص مؤخرا، فلم تحرك فيه ساكنا حسب ما يبدو واقعا على الأرض ويشاع بين الناس هنا. احنا الآن في الوضع الحالي خطوط إمداد المشروع يعني تعيقنا تماما، بالإضافة إلى يعني جزء مقطع ترابي 16 كيلو اللي هو من عتمة إلى كبود، العمل فيه متوقف، يعني يعيقنا في النقل، في الخدمات، الحركة اليومية، سواء نقل الديزل او تموين المشروع، اصلاحات يعيقنا تماما يعني، وخطوط الامداد يعني تقطعات بالطرق من اهم المشاكل اللي تعيق المشروع يعني. ولربما ايضا انه قدر وصاب ان تنتظر ثلث قرن اخر حتى تتوج بعض رواسيها بهذا الشريان الاستراتيجي للاقتصاد الوطني. فمشروع ذمار الحسينية أسطورة بكل المقاييس، طريق مولت بقروض 4 مرات كلها بالعملة الصعبة، ولا يزال الإسفلت هناك في عتمة مقطعة أوصاله، ساكن العمل في مربعه الأول كأن على رأسه الطير، مما يقنع أن القافلة إلى وصاد لا زالت مراحلها طوال. نأمل يعني أنه خلال 2 سنين ينتهي المشروع بحسب الخطة المعدة للمشروع والمرفق. إذا لم تكن هناك عوائق ومشاكل يعني تعيقنا العمل، احنا بدأنا العمل الجديد حاليا في 17/1/2011، وفي نهاية شهر ابريل تم التوقف بسبب الازمة، وباشرنا العمل حاليا منذ اسبوع من تاريخه، ونأمل انه خلال 2 سنين ينتهي المقطع الخاص بالمؤسسة العامة للطرق والجسور حسب البرنامج المعدلة في حالة عدم وجود اي معوقات او مشاكل تعيق المشروع. سعداء الحظ فقط من المقاولين هم من سيظلون يتبادلون الأدوار فيما بينهم، فيرمم الخلف ما كان قد بدأه السلف لتأتي الأمطار الموسمية على ما أنجزه السابق واللاحق معا، وعلى الدولة أن تقترض المزيد لتدفع أكثر للفاسدين والمبتزين والفاشلين والعابثين والنائمين والناشطين في أعمالهم سواء بسواء. أيا كانت الآراء المتضادة والمبررات حول تنفيذ طريق ذمار الحسينية، فإن التاريخ سيخلد بين دفتيه أساطير التنفيذ لهذه الطريق المعمرة وأسباب الفشل فيها. عبد الله محمد الكبودي لبرنامج صدى الأسبوع.